خاض المنتخب اللبناني لكرة الركبي مباراة كبيرة أمام المنتخب الكندي في ملعب لامبورت ستوديوم في مدينة تورنتو الكندية. بدأت المباراة بحذر شديد من قبل الطرفين، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية المصحوب بالأمطار الغزيرة التي واكبت معظم فترة المباراة. من بطل الرجال قولنا والعمل في سبيل الكمال كلنا للوطن للعلا للعلم كلنا للوطن. الفريق اللبناني اليوم موجود بكندا هو متحضر من اسمين، باسم اللاعبين اللبناني استرالي من استراليا، لاعبي اللبناني من لبنان. لاعبي لبنان متنقيين من بطولة بنك بيروت من خمس أندية، واللاعب الأسترالي هني أربع لاعبين جايين من أندية أسترالية، والمدرب ديفيد بساري لاعب كان سابقاً في منتخب لبنان سنة 2000 وحالياً هلأ هو المدرب تبعنا. وصلنا لهون لحنا في كندا نهار 7 شهر، وتمريننا هون كان مرتين بالجمعة، ونتمرن بكوميونيتي بارك بميسيساغو. اليوم احنا اول مره بنلعب ضد كندا ومش عارفين شو بدنا نتوقع، لانه مش قادرين ناخذ اي معلومات عنهم لانه فريقهم دائما يتغير. بس نعرف اللعيبه تبعولهم هن موجودين من البطوله المحليه اللي هون، وفي عندهم كم اجنبي موجود بالفريق. لبنان بالرجبي رح يلعب ضد منتخب كندا للرجبي، جيم يعتبر على مدى عالمي، لأنه لبنان مصنف 14 عالمياً، كندا مصنف 21، والتحدي رح يرجع يعمل قرار لشو تصنيف لبنان ضد تصنيف كندا. جيم متوقع في وجود ضخم، إن شاء الله everybody would enjoy it و we're expecting everybody to be there. تحضيرات مبدئياً جيدة، يعني أكثر فريق مرة بلبنان مع بعضه، بس آخر 5 أيام هون إجوا 4 لاعبين من أستراليا وصالية لبنانية، وصلنا مبدئياً بس 3 أيام مع بعض، 4-5 أيام ما يعادل 4-5 تمرينات. إن شاء الله حاضرين وواسئين وخلنا نشوف. Play rugby league in Australia. I came here to represent Lebanon with a Lebanese background, and yeah, we came to versus Canada, just 4 Australians and the rest from Lebanon. And my name's Abraham. Thank you. Feeling a bit anxious a bit now. Nerves kicking in a lot, and I don't know. It's a bit my first game for Lebanon. It's my debut, so and yeah, I don't know what to expect today. It's going to be a fast track out there, and hopefully we get the win. My name is Andrew Cassie.
بدأ المنتخب الكندي بالتسجيل، الأمر الذي أعطى المباراة انفتاحا وندية أكبر في الشوط الأول، ولم يسجل المنتخب اللبناني في هذا الشوط الذي يعد لأصحاب الأرض الذين استغلوا أخطاء الفريق اللبناني والذي لم تكن تدريباته كافية قبل المباراة بسبب الأمطار، حتى انتهى الشوط الأول لصالح المنتخب الكندي بنتيجة 26 نقطة. هذا وبعد فترة الاستراحة ومراجعة جميع الأخطاء، عاد المنتخب اللبناني بقوة حيث سجل خلال هذا الشوط 18 نقطة وقدم عرضا قويا مميزا، مما أجبر المنتخب الكندي إلى التراجع، ولكن فارق النقاط لم يتح للمنتخب اللبناني التعويض الكامل. We are currently watching the Lebanese national football team going off against the Canadian national Wolverines. Stay tuned to Jalia Media for more information. عزيزي متابعي قناة الجالية، اليوم احنا ويا المنتخب اللبناني بالأزرة، منتخب الركبي بيلعبوا ويا المنتخب الكندي اللي تشاهدون ورانا بيلعبون، وان شاء الله نتمنى لهم الفوز. طبعا الفريق الكندي فريق قوي جدا وايضا الفريق اللبناني قوي، ولكن هناك بعض الفرق بين الخبرة والقوة الجسدية، ولكن الآن مثل ما تلاحظون هم يلعبون وإن شاء الله نتمنى لهم الفوز. خليكم ويانا. هذا فقد انتهت هذه المباراة بنتيجة 36-18 لصالح المنتخب الكندي، حيث تجمع نجوم المنتخبين في نهاية المباراة لالتقاط الصور التذكارية بجو أخوي مميز، كما التقى نجوم المنتخب اللبناني بالأصدقاء الذين حضروا لمؤازرة فريقهم. وجدير بالذكر إنه رغم الأمطار الغزيرة إلا أنه كان للجمهورين اللبناني والكندي حضورا لا بأس به، برغم أن هذا النوع من الرياضة يعد قليل المتابعة من قبل الجمهور اللبناني والعربي بصورة عامة. هو شيء طبيعي الخسارة بيصير للفريقين، بس هالمرة لفريق لبنان الخسارة. اللي صار اليوم هو فريق لبناني ما عرف يحتفظ بالطوبة ويحترمها، ضيعوا كثير فرص وشوية إصابات أثرت على الفريق، ومبروك لفريق الكندا. We tried our best. It was a good game. They game hard at the beginning, but we tried to make it up. But unfortunately, not our day. We'll get them back next time when they come to Beirut. Lebanon, Lebanon. Thanks a lot. Thanks everyone. Thanks for supporting. You guys know where to get them, right? Let me know when to start. So I just wanted to thank the Lebanon team for coming out, giving us a good run. It was a very competitive match. We got to play at a very high level. We played a lot of games this year, but today was probably one of the toughest games we've ever played. And thank you, thanks for Lebanon for giving us a good run, good experience. We hope to play you guys again at Lebanon if you invite us. We're very thankful. Thank you very much. Just very, very, very proud of the boys. It's taken taken about two or three games to get some momentum going. With boys coming from all over Canada, I think this is the first time we've really gelled as a team. We can see how much the boys work for each other, and it's just so proud of the boys, and it's just a fantastic effort, and I think things are going to get really great for Canada Rugby League from here. Thank you.
round. I think that was an absolutely great game, rugby league. Two nations that have not been playing rugby league for many, many years, but to put a standard of a game like that together, fantastic. The crowd was amazing, both sets. Lebanese fans out here were making a lot of noise. Canadian, obviously, because the home game. So that made it a really good atmosphere. I thought it was played how rugby league should be played. It was hard, it was physical. Almost boiled over a couple of times, but look at everybody after game all shaking hands. So I'm over the moon for that, because that says a lot for the game. I hope it's not going to be the only time we play this team. I hope we play them every year. Be outstanding. My name is Richard Moore, and I'm the head coach of Canada Rugby League. Thank you. Okay. It's a pleasure. You guys played an amazing game. Thank you. Thanks. All right. For having us. أسرة الجالية ميديا تتقدم بالشكر إلى الإداريين ولاعبين المنتخب اللبناني الذين رافقناهم في هذه المباراة لحظة بلحظة، وهذه دعوة لجميع العرب لدعم هذه الرياضة والمنتخب اللبناني خاصة الذي حقق نتائج كبيرة بفوزه على إيطاليا وعددا من الفرق العالمية الكبيرة ليكون خير ممثل عربي في الميادين والمحافل في المباريات المقبلة. وشكر آخر إلى تلفزيون أمنيات الذي حضر أيضا لتغطية هذه المباراة، ونتمنى الموفقية للمنتخب اللبناني في المباراة المقبلة. هذا الحدث غطي حصريا من قبل الجالية ميديا ومجلة الموج وتلفزيون أمنيات وجريدة الوطن.